النهارده اليو ديانج قدم مباراه، يعني مكسب المباراه الاول. اليو ديانج يمكن كان بيلعب لوحده في وسط الملعب، والاثنين اللي قدامه حسين الشحات وقفشه نوعا ما الادوار الدفاعيه بتاعتهم ما كانتش قويه قوي. اليو ديانج ده كساحه الغام في وسط الملعب، ومكسب كبير جدا النهارده في مباراه كبيره زي قدام النادي الاسماعيلي. بتكسب لعيب زي اليو ديانج، لعيب صغير في السن، لعيب بصراحه اكتر. النهارده اليو ديانج عمل رقم اول مره يحصل للنادي الاهلي، عمل كام؟ قطع الكره 30 مره. عمرها ما حصلت ان لعيب من اول الموسم، مش من الموسم اللي فات، من اول الموسم، ان لعيب يقطع الكوره 30 مره في ماتش واحد. لعب بدايه النهارده 90 دقيقه، اكتر لاعب قطع للكرات 30 مره، اكتر لاعب استعاد الكره الثانيه. هو اللي كان بيلعب لوحده اصلا في وسط الملعب، يعتبر من ناحيه القدرات الدفاعيه هو اللي بيجيب لك الكره الثانيه دايما. 23 مره استعاد الكره الثانيه. المراوغات الناجحه بتاعته 2، صنع فرص 1، محاولات على المرمى 1. كمان بالنسبه للتمريرات هو تاني اكتر لاعب قام بتمريرات، 49 تمريره، نسبه دقه التمريرات 92%. ارتكب اخطاء، يمكن اليو ديانج ارتكب 4 اخطاء. يمكن ديانج جاي مكسب كبير، محتاج بس ان هو يقلل الاخطاء شويه. ارتكاب 4 اخطاء نسبه كبيره. تاني حاجه ان هو ممكن يزود عدد التمريرات الطوليه في الفتره الجايه، ولكن مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. بتتكلم في لعيب قطع الكره 30 مره، استعاد الكره الثانيه 23 مره، مكسب كبير ووحش في وسط الملعب للنادي الاهلي، وهيفيدنا بشكل كبير جدا في المباريات الافريقيه لما كمان يرجع لك عمرو السوليه مع وجود حسام عاشور ان شاء الله، مع عوده حمدي فتحي. هتبقى مكسب كبير جدا في وسط الملعب للنادي الاهلي.